نعم سمحت السيد، نجاوب الأخ حق أبو الزوج عباس. نعم. حق الزوج على الزوجة أن تمكنه، يعني حق الاستمتاع، هذا حقه فقط. نعم. أنه هي ماذا يستمتع بها، ولا يجوز لها أن تمتنع، ما يجوز لها أن تمتنع إلا إذا كان مانع شرعي، هي صائمة ويقول لها كذا، ما يجوز لأنه مانع شرعي. فطاعة الزوجة لزوجها في الاستمتاع يسموه التمكين، هذا واحد. وأن شنو؟ وأن تطيعه في عدم الخروج من البيت، ما يجوز لها تطلع من البيت بدون إذنه، هذا أمرين. واجب عليه تنظف البيت، واجب عليه كذا، هذا بحث آخر، هذا لا، الواجبان هذا فقط، وهو شنو؟ التمكين، تمكين الاستمتاع، وعدم خروج من البيت إلا بإذنه. أما واجبات الرجل على المرأة وحقوق المرأة على الرجل، أن ينفق عليها، أن ينفق عليها نفقة مكفية، نفقة مكفية بحسب مستواها وحسب اعتبارها الاجتماعي، ولا يقتر عليها. الأمر الثاني أن يحسن معاشرتها، أن لا يسيء المعاشرة ولا أنه يعنفها وما إلى ذلك. وهذا في واقع الحال واجب، يعني حق المرأة على الرجل، العيش الكريم، بيت زين، ملابس، أكل وما إلى ذلك، وعلى حال والمعاشرة الحسنة. هذه أهم الأشياء. البقية الأمور، طبخ، النفخ، القضايا كذا، هذه لا، هذه أمور يمكن المرأة أن تعملها وهي جزاها الله خير، ويمكن يقول ما أعملها وهي على حال مو واجب عليها. بس العلاقة الزوجية والمودة الزوجية والعلاقة الزوجية تفرض عليها، باعتبار أنا على حال زوجك وأنت زوجتي وإحنا متحابين متواددين، تصير هاي الطاعة والمحبة، غسل الملابس وما إلى ذلك. هذه أمور في الواقع أخلاقيات الأسرة هي اللي تشكلها، وليست على حال إلزامات شرعية.